هذا لقاء بين فريق ايتم هاند وفريق ايتم ويس على ارضية التغزيت. سي محمد زكين هذا التصوار مسكين قال المدرب واش كتسكن السي مويلا المباراة الآن إلى وقتنا الحالي 1-0 عالية اللجنة المنظمة لهذا الدوري اللجنة المنظمة تطردنا من هنا تطردنا من عند الفريق اش هذا الشيء Thank you.
المباراة انتهت بفوز فريق قيتموس على فريق أيتم حمد، والهداف هو السي حماده، هو يقدم لنا واحد التصريح لقناة ديما نشاط تي في. اش بان لك في الماتش السي حماده؟ الماتش زين، زين لعب، زين دريت لعب كل شيء. تبارك الله يا ما الهدف من كاع مالك يزعى خطه احتاج على هدفان اذا ربح الدريدات كل شيء اللي يلعب الماتش. يعني لاعب منظم ماشي فردي، وراه كل شيء الفرقه يسكر البلاد ماشي غير واحد كل شيء يلعب. تبارك الله تبارك الله، هو بالتوفيق الميتش واش كاين ان شاء الله. يلا لك يحفظ ربي اللي قال ديما نشاط تي في، ديما نشاط تي في. يلا لك يحفظ ربي. بعد ما ضايل فرحه الفريق ايتموس يصوم صحتكم 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 مزيد صحتكم.